اللهم اكتب للحجاج هذه الحجة حجة مبرورة، اللهم واجعل حجهم مبرورا وسعيهم مشكورا، اللهم وردهم إلى أهلهم سالمين غانمين يا رب العالمين. ثم على الحاج أن يقف بها من بعد صلاة الفجر إلى أن يسفر الصبح، يدعو الله ويذكره ويلبي إلى قبل طلوع الشمس، ثم يدفع إلى منى لرمي جمرة العقبة الكبرى. قال تعالى: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. اللهم أكتب للحجاج حجهم، اللهم ويسر لهم أمرهم واجعلهم من العتقاء من النار يا رب العالمين. ها هي مشاهدين الكرام وفود الحجيج تصل إلى مشعر مزدلفة، وهم يدعون الله ويبتهلون إليه